أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من موقع الحرة. دعوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة ميليشيات عراقية بتهمة قتل المحتجين. في المدى نطالع. تحييد قتلة شهداء تشرين ووعود التعيين تشعل ساحات الاحتجاج مجددا. الشرق الأوسط عنونت: تفجير قرب معبر حدودي بين العراق والكويت استهدف عتادا للجيش الأمريكي. في صحيفة الزمان: العراق تسجيل 3484 إصابة بكورونا وسط تأرجح معدلات الشفاء. نقرأ في القدس العربي: لبنان مجزرة المرفأ تحيط بحكومة دياب والتظاهرات الغاضبة تتواصل. في اندبندنت عربية: إيران تغلق صحيفة بعد التشكيك في الأرقام الرسمية للإصابات بكورونا. وفي العربي الجديد: ترامب يقطع مؤتمره الصحفي بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض. ترفض الميليشيات الانصياع لسياسات الدولة ولا تخفي ولاءها لنظام إيران وتنال بسلوكياتها كثيرا من هيبة الدولة العراقية إلى الحد الذي يمكن نعتها بالمتمردة. محمد عاكف جمال تساءل في صحيفة البيان الإماراتية: هل سيتمكن الكاظميون من مواجهة هذه الميليشيات والقضاء على نفوذها في ظل ظروف محبطة للغاية له شخصيا ولحكومته؟ فالخزينة خاوية وجائحة كورونا في أوج انتشارها والفساد في أعلى درجات الاستشراء والبلد في أقصى درجات الضعف. مهمة الكاظمي ليست سهلة، ولكن الداعم للأخذ بها هو صاحب الشرعية الأولى والأخيرة في العراق، وهو جمهور انتفاضة تشرين، وليس السوق التي تجري فيها المساومات وتعقد الصفقات بين الأحزاب الفاسدة التي تسيدت المشهد السياسي منذ سقوط النظام السابق، والتي لم تكن مخرجات سياساتها سوى بؤس يتذوق العراقيون منذ 17 عاما مراراته. ليس أمام الكاظمي سوى خيار واحد، وهو المواجهة لاستعادة هيبة الدولة وسمعتها وسيادتها التي تهددها وتنتقص منها هذه الميليشيات الولائية، وليس الدخول في أي مساومة أو إعادة إخراج المشهد بتبني أنصاف الحلول بما يطمئن هذه الميليشيات. فالصراع الجوهري في العراق قد تحول من صراع الدولة ضد الإرهاب إلى صراعها ضد التمرد. المواجهة مع هذه الميليشيات حتمية، فالكاظمي أمام اختبار يرتهن به مستقبله السياسي، فهو ملزم بتنفيذ ما وعد به في برنامجه الوزاري وفي التصريحات المتكررة التي أدلى بها بما يتعلق بمطالب انتفاضة أكتوبر والإيفاء بوعوده وبالديون لشباب الانتفاضة الذين جاءوا به لسدة الحكم. الكاظمي ليس بمواجهة شباب غسلت أدمغتهم وحرفت ولاءاتهم، بل بمواجهة قيادات ميليشياوية صعبة الميراث تنتمي للدولة العميقة التي حصنت نفسها بالأموال التي سرقتها مرجعياتها السياسية عبر رعايتها للفساد على مدى 17 عاما. ورأى الكاتب أن المهمة لا ينبغي أن تقف عند ذلك، فنفوذ الميليشياوي قد امتد إلى جميع مرافق الحياة، فما ننتظره من الكاظمي هو مزيد من الخطوات نحو اجتثاث هذا النفوذ الذي لا يستخدم قدرات الدولة لإلحاق مزيد من الضرر بوحدتها وبالنيل من سمعتها. في صحيفة الزمان علق فاتح عبد السلام على زيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن قائلا: ما الجديد الذي لا يستطيع رئيس الحكومة بحثه مع الأمريكيين لصالح العراق إلا عبر زيارة يدخل فيها إلى المكتب البيضوي
ذلك أن جميع الملفات مفتوحة ومعروفة ولا ينقصها سوى العمل والتنفيذ. برغم ذلك تكتسب هذه الزيارة أهمية، لكنها من الصعب جداً أن تحقق أهدافاً أكبر من المرئي والمتعارف عليه في إطار العلاقات العراقية الأمريكية التي لا تزال تراوح مكانها منذ أن كان لواشنطن حاكم مدني في العراق مطلق الصلاحيات. نحن قريبون من عتبة الانتخابات الأمريكية، وهذه عقبة في فتح آفاق كبيرة، لكن في الحقيقة نحتاج إلى إجابات عجلة من البيت الأبيض على أسئلة تمس مستقبل العراق، منها ما هي احتمالات أن يكون العراق طرفاً في حرب مستقبلية في المنطقة، وما هي آفاق الدعم الاقتصادي والاستثماري والصناعي الأمريكي للعراق من أجل قيام صناعات تمضي قدماً بعجلة الاقتصاد والحياة في البلد المتعب، وهل هناك مراهنات على مستقبل وحدة العراق وعدم تفككه بالقوة أو بالتراضي والمنافع في ظل تطورات في سوريا أيضاً؟ وإلى متى تبقى الوصاية المالية لواشنطن على الأموال النفطية للعراق؟ وهنا السؤال، هل سيكون هناك وصايات أخرى قد تنفع اقتصاد العراق وتطور خدماته، فضلاً عن أسئلة تخص المسموح والممنوع في بلد مكبل بقيود كثيرة ويعيش أوهام السيادة من دون توافر عوامل أولية تضمن السيادة وتديمها؟ وبحسب الكاتب فإن الحوار الأمريكي العراقي الذي ينطلق في جولة ثانية مع هذه الزيارة بحاجة إلى إشراك نخب من خارج الجوقة السياسية المهترئة في البلد بحسب تعبير الكاتب، لكي يعرف الأمريكيون أن من خطاياهم الكبرى أنهم اختصروا العراق العظيم بمجموعات سياسية مغذاة من دول ومصممة بتأثيرات خارجية، وقرروا التعامل معها بوصفها الواجهات المناسبة لتمثيل البلد. بيروت الجميلة باتت مدينة منكوبة، مدينة يدعي ملكيتها الجميع ولا يرعاها أحد. كيف نميز بين الدول المنكوبة في بلدان لم تعد بلدانا؟ هياكل مبان ومساحات كصورة متآكلة الحواف، انمحت ألوانها فلم يبق غير لون الرماد. هكذا وصفت هيفاء زنجنة المشهد في صحيفة القدس العربي أنه في العراق واليمن وسوريا وليبيا لقطات الخراب واحدة، الصور واحدة، وأهل المدن في غربتهم المكانية ما عادوا يميزون الأماكن التي ولدوا فيها أو شيدوها بأنفسهم. استحضر الانفجار القاتل ببيروت هيروشيما بفارق 75 عاماً، واستحضر رش مدينة الفلوجة العراقية باليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض هيروشيما بفارق 59 عاماً. غاب التمييز بين البشر، ألغيت الحدود، تماهت بيروت في كارثتها مع هيروشيما، وصارت الفلوجة هيروشيما العراق الجديد. في كل يوم يولد في الفلوجة أطفال برأسين ويموت آباء وأمهات بالسرطان. أي أطفال سيولدون في بيروت نتيجة التلوث ومخلفات التفجير؟ المخلفات الأمريكية لا تزال تغتال الأطفال ببطء في الفلوجة. القاتل معروف، إلا أن العدالة مفقوعة العينين، تائهة في دروب المدن الخربة. الانفجار القاتل في بيروت اختزل الزمن بين مدن نائية ما أبعدها، هيروشيما، الفلوجة، بيروت، رمزية الرعب في كيفية الموت، أسرع كما في القصف وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ودفنهم تحت الأنقاض، أو بطيء يمتد على مدى عقود كما في المواد الكيميائية واليورانيوم المنضب. وينشج القلب أن نسبة حالات السرطان والتشوهات الخلقية في الفلوجة التي تعرضت لقصف أمريكي عام 2004 تفوق النسبة في مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين اللتين ألقيت عليهما قنابل ذرية في الحرب العالمية الثانية. ما الذي سيجلبه المستقبل لبيروت التي احتضنتها جميعاً بكل صراعاتنا ومآزقنا وندواتنا وكتبنا وطموحات وأحلام شبابنا لبلداننا التي ينخرها الاستبداد والفساد
والطائفية. ختمت الكاتبة مقالها بالتساؤل: هل ستلملم زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لبيروت جراحها وتعيد لها ألقها واعتدادها بنفسها؟ وهل لملمت زيارة الرئيس الأمريكي ترامب جراح العراق النازفة؟ كيف وهو يمنح الأوسمة لقتلة العراقيين ويبارك حكام الفساد؟ هل وصلنا إلى حقبة نستجد فيها بصفتنا شعوبا ذاقت الأمرين من حكامها العودة إلى حضن المحرر الذي وسمنا على مدى قرون بالدونية البشرية؟ يأتي الدور على بيروت لتنضم إلى شقيقاتها الغارقات في مستنقعات الخيبة والفشل: دمشق، بغداد، صنعاء، قبلها مقديشو، وبعدها عدة عواصم تصطف تباعا للسقوط في المستنقع نفسه. عريب الرنتاوي رأى في موقع الحرة أن نادي الدول الفاشلة في العالم العربي سيستقبل مزيدا من الأعضاء الجدد، وأن دولا تقف على حافة الفشل ستنزلق إلى قعره. قد تبدو الصورة من بيروت كما لو أن لبنان استثناء في محيطه العربي. هو استثناء بلا شك لجهة ما تعرض له من حروب متعاقبة على امتداد أزيد من 4 عقود متتالية، حروب أهله وحروب الآخرين عليه، لكنه ليس استثناء إن نظر للأمر من زاوية أخرى، زاوية فشل النخب الحاكمة في إدارة البلاد وتدبير شؤون العباد، لجهة فشل مشروع بناء الدولة الوطنية القادرة والعادلة التي تقف على مسافة واحدة من مواطنيها ومكوناتها وتواكب العصر لجهة ما تطلع به من وظائف وتقدمه من خدمات. بما تختلف بيروت عن دمشق بل وباقي المدن السورية التي حولتها حرب السنوات العشر إلى خرائب ومدن أشباح، ما الذي يميز الطبقات السياسية اللبنانية على نظيرتها في سوريا سوى أن دمشق يحكمها دكتاتور واحد، فيما لبنان محكوم ب18 دكتاتورا؟ بما تختلف بيروت عن بغداد سوى أن الأخيرة لديها فائض من المال والطاقة يكفي لستر بعض عورات أمراء الطوائف والمذاهب والميليشيات المدججة بالسلاح والكراهية؟ لا ماء ولا كهرباء ولا طرقات ولا خدمات صحية وتعليمية بحدها الأدنى. هنا وهناك، فيما الفساد المالي والإداري والإفلاس الإخلاقي يكاد يكون حاضراً بنفس الصور والأشكال في العاصمتين الشقيقتين. أضاف الكاتب أن الخراب لا يتوقف هنا، وقطار التفكك والانحلال يسير من محطة إلى أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: أي العواصم العربية أكثر ترجيحاً لأن تكون التالية بعد بيروت؟ الخرطوم مثلاً المفتوحة على شتى احتمالات الانتقال الصعب، أم رام الله التي شهدت في توقيت متزامن مع كارثة بيروت نوعاً جديداً من الاحتلال لم ينفذه الكيان الصهيوني هذه المرحلة، بل الحمائل المسلحة والسلاح المنفلت من كل عقال؟ المعادلة تقول إن لبنان ما بعد انفجار بيروت لن يكون كما كان قبله. مشروطة هذه المعادلة بجملة من التصورات والتغيرات ورهانات قد تبدو صعبة التحقق، إلا أنها ليست أقسى على اللبنانيين من انفجار المرفأ وما أحدثه من ضحايا ودمار وخسائر وصدمة نفسية لن تمحى من ذاكرة هذا الجيل. هذا ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية في أثناء افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان: هيبة لبنان رهن استقراره. هناك العشرات ممن فقدوا أرواحهم، وهناك مفقودون لا يتم العثور عليهم، أما ما عدا ذلك فيمكن إصلاحه وإعماره، وستعود بيروت جميلة بهية كما كانت. وأما الأمر الأجمل والأصح فإن تتم إعادة إعمار الواقع السياسي على أسس جديدة تحفظ للدولة اللبنانية سلطتها وهيبتها وتكسر كل المعادلات الطائفية المقيتة التي رهنت لبنان وتركته يدور في قلب مأساة متعددة الفصول تتلاعب بها أجندات دولية وإقليمية. هيبة الدولة هي كلمة السر
إذا صدقت النوايا في العمل على تحقيق الاستقرار ورسم صورة لمستقبل لبنان تتسم بالشفافية والتعايش وإعلاء القانون والولاء للوطن وحده. إن تجاوز الأزمة وتداعياتها يتطلب أن تكون كافة المنافذ والموانئ والمطارات تحت الإشراف المنفرد للدولة وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الهادف إلى نزع الأسلحة لتكون محصورة في يد القوات اللبنانية. وهذا الأمر يتوافق مع آمال الأغلبية اللبنانية التي تريد أن ترى بلدها سيداً على أرضه يمتلك زمام أمره بيد مرجعية واحدة هي الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية. فكل كوارث لبنان سببها استقواء بعض الأطراف على الدولة وارتهانها إلى الخارج بعد انفجار مرفأ بيروت. التغيير قادم في لبنان، لكنه تغيير لن تلبيه الاستقالات المتوالية والدعوة إلى انتخابات مبكرة تعيد إنتاج الأزمة نفسها بذات الوجوه واللاعبين. أضافت الصحيفة أن التغيير الحقيقي يتطلب إعادة بناء المشهد من جديد وكسر النمطية السياسية المسيطرة على البلاد منذ عشرات السنين. بعد انفجار مرفأ بيروت يجب أن ينهض لبنان كطائر فينيق من بين أكوام الرماد بعدما احترق طويلا، يجب أن يتعافى وينطلق من جديد. نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالة للكاتب روبرت زارتزكي حلل فيه زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للعاصمة اللبنانية في عقاب الانفجار الهائل الذي دمر المرفأ وأجزاء كبيرة منه قبل أيام. فقد ذكر الكاتب أن زيارة ماكرون السريعة للبنان عقب الانفجار قال عنها عدد من الساسة في فرنسا إن رائحة الاستعمار الجديد تفوح منها، لكن التاريخ يكشف كما هي الحال في كل مرة أن الحقيقة هي أكثر تعقيدا. الكاتب شدد على أن منظور وأخلاقية زيارة ماكرون مثيران للدهشة، فبعد مغادرة المطار ذهب مباشرة دون مقابلة الرئيس ميشيل عون إلى مركز الانفجار، وعندما خرج من موكب السيارات الذي جلبه إلى حي الجميزة وجد نفسه محاطا بالسكان الذين تدفقوا وصافحوا الأيدي الممتدة إليه وعانق امرأة غلبها الدمع ورحب به الناس بهتاف تحيا فرنسا، ورأى أنه ليس من الواضح ما هو دين فرنسا للمستعمرات القديمة أو في حالة لبنان. ففي أثناء زيارته للجميزة أعلن ماكرون ما وصفه بنهاية الوضع القائم في لبنان، وكان يقصد به نهاية حكم العشائر الدينية السياسية التي وصلت إلى الحكم عام 1990 بعد نهاية الحرب الأهلية وبدأت مسيرة فساد أدت إلى شل البلد. ولفت الكاتب إلى أن كلام ماكرون لم يكن مطمئنا بعد لقائه مع قادة البلاد بمن فيهم حزب الله ودعوته لحكومة وحدة وطنية، فقد قادت هذه الصيغة وعبر العقود الماضية إلى حكومة فرقة وطنية. فاتفاق السلام عام 1990 الذي وزع السلطات بين الموارنة وبقية الطوائف المسيحية والسنة والشيعة تحول إلى آلية لاقتسام الغنائم بينها، وأكد هذا الوضع الطابع الطائفي والفساد المزمن في البلد، ولم يعد بالإمكان إصلاحه أو تشكيله من جديد. أضاف الكاتب أنه ليس لدى ماكرون الوقت الكافي قبل انتخابات عام 2022، فسيقضي العامين المتبقين في الرئاسة بمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي حفزها فيروس كورونا، وأن الفرنسيين لم يظهروا تحمسا لماكرون مثلما تحمس له اللبنانيون، فشعبيته لم تزد عن 39% بين الناخبين الفرنسيين. وربما تحسنت أرقام ماكرون، ولكن لا مجال لأن يزداد الالتزام والمصادر تجاه لبنان مهما كانت العلاقات خاصة. بدأت السلطات الصينية افتتحت جسرا على طريق عام حول منزل صغير مهول بالسكان في مدينة غوانشو، بعد أن رفضت مالكة المنزل الانتقال إلى مكان آخر مع محاولات تسوية أجرتها مع الحكومة الصينية على مدار عشرة أعوام لشرائه. وذكر صحيفة البيان الإماراتية أن المبنى هو واحد من المباني العديدة في الصين التي يطلق عليها اسم
يطلق عليها اسم بيوت المسمار العنيد، إذ يرفض أصحابها إفساح المجال أمام التطوير العقاري والحصول على التعويض المالي مقابل هدمها والانتقال للسكن في أماكن أخرى. أظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية عقار السيدة ليانغ مثبتا بإحكام بين جناحي جسر هاتشو يونغ الذي افتتح في الثالث من شهر آب الحالي في مدينة غوانشو، إذ يتكون المنزل من طابق واحد وتبلغ مساحته 40 مترا فحسب. وذكرت ليانغ: أنا لم توافق على التسوية لأن الحكومة أخفقت في تقديم عقار بديل لمنزلها في موقع مثالي، مضيفة أنها سعيدة بالتعامل مع عواقب ذلك ولم تهتم بما يتحدث الآخرون عنها. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله صدى أقلام جديد في رعاية الله.